إذا ما رجعت على البيت من هلأ لساعة رح نبعت الشرطة اللي عندك فورا. لا 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 تحكوا مع الشرطة، لا يمكن تتعرض حياة روهان للخطر. بس شو مشانك أنت دعاء؟ أنت لا تاكلي همي أبدا، رب العالمين معي وهو رح يحميني. عم تشوفي أنت اهتميلي بحيدر إيه؟ ومو بس هيك، خلي عينك على غزل كمان، هي ما لازم تشك فينا. إيه صح، وين هي هلأ؟ وينها؟ روح شوفيها، روح. كاينات راحت تشوفها هلأ. شو؟ هي قاعدة وعم تقرأ المجلة بالصالون. كتير منيح لأنه هي ما شكت بشي. دعاء حبيبتي بتزعلي، ما بتعرفي إنك عم تتعاملي معي؟ إمتى رح تفهمي هالشي؟ أنت طلبتي من حلفائك يخلوا عينهم علي، بس أنت ما بتعرفي نهائياً إنه أنا هلأ حاطة عيني على حيدر وعم راقبه، رح خليكي مشغولة هنيك، وبالمقابل أنا رح أقضي وقت كتير حلو مع زوجي حيدر، ووقتها أنت عن قريب رح تتعذبي وتنقهري. هي الليلة رح يجتمعوا نجمين سوا ويأسسوا لحياة جديدة، وكل أحلامنا وآمالنا رح يتحققوا الليلة. عم تقول ناز اسمعيني شوي. أي دعاء؟ أنت رح تشوفي لابنك، كوني واثقة من هذا الشيء. رب العالمين رح يستجيب لدعائك. آمين 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 يا رب. بس ألو؟ ألو؟ دعاء؟ ألو؟ ما عم بقدر اسمعك دعاء. ألو؟ دعاء؟ دعاء؟ فصل الخط. دخيلك يا الله دعاء. ألو؟ كيف انقطعت التغطية فجأة؟ شو صار؟ حتى من عندي عم يطلع هاتف خارج الضغط. لا بدي انت كمان. إذا في مشكلة بالتغطية فنحن ما رح نقدر نحكي معها هلا، وشكلاً قطعت التغطية عند مرت أخي دعاء، في شي مانو مزبوط. يا ربي شوفي، ما عم قادر أتبع مكانها هلا. شو؟ يعني ما فينا نعرف بأي مكان هي موجودة. قلنا أنا خايفة متوترة كتير، يعني دعاء وقع بمشكلة كبيرة كتير. صحيح ما رح يصير له شي. أجاز هاد واحد خطير كتير، معقول يأذي بنتي أو يعمل لها شي؟